اهلا وسهلا بك، احييك اخي الكريم واحيي قناتكم الموقره واحيي مشاهديك الكرام. تفضل. نعم. سؤالك سيدي. نعم سيد حمد، يعني قبل الخوض في الحديث عن المظاهرات التي جرت في مدينة بنغازي، دعني أسألك أولا بصفتك المتحدث باسم قادة ثوار ليبيا، اليوم قادة ثوار ليبيا أصدروا بيانا طالبوا فيه من رئيس تيار يا بلادي بأن يمثلهم في الحوارات السياسية القادمة، لو تطلعنا عن التفاصيل أكثر. اولا بالنسبه لتجمع قاده ثوار ليبيا، هو يعني جسم تم يعني تجميعه يعني في الفتره الاخيره، تجميع العديد من قاده ثوار ليبيا الذين دافعوا عن مدنيه الدوله، الذين حاربوا يعني الغزاة في عمليه بركان الغضب، والذين دافعوا عن 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 حياض الوطني والدين، ودافعوا عن العاصمه، ودافعوا عن عن اهلنا في طرابلس، والذين كانوا منذ 2011 الجسر السد المنيع ضد هؤلاء المرتزقة، سواء من أيام عهد القذافي وكتائب القذافي إلى يومنا هذا، وهم يقفون سدا منيعا يدافعون عن ثورة 17 فبراير وعن الأهداف التي أتت بها ثورة 17 فبراير، ويكملون مسيرة الشهداء، ويكملون مسيرة يعني الجرحى والمبتورين وكل من لا يزالون على العهد. هذا التيار، تيار قادة تجمع ثوار ليبيا، هو تيار داعم للسيد نوري بوسهمين وتيار يا بلادي. طالبنا صراحة في هذا البيان السيد نوري بوسهمين بأن لا يتأخر عن القيام بالمهام التي يعني يفترض أن يكون قائدها والواجهة السياسية للثوار الذين ارتضيناه أن يتحدث نيابة عنا، وأن يتحدث نيابة عن ثوار بركان الغضب وثوار 17 فبراير من انضووا إلى هذا التجمع. ارتضينا أن يكون السيد نوري بوسهمين هو المحاور عنا في المحافل الدولية بعد أن عجزت يعني هذه الحكومات وهذه الأجسام التي أتت ما بعد اتفاق الصخيرات، سواء بقصد أو بغير قصد أو بعمد والله بغير عمد، يعني أثبتت الخمس سنوات الأخيرة عجزهم عن تقديم أدنى الخدمات للليبيين، يعني بداية من الكهرباء والماء، يعني الأساسيات في الحياة فقدت بعد 2016، فقدت جميع أساسيات الحياة، السيولة، الأعمال، البطالة متفشية في المجتمع الليبي، الجرحى مهمشون، الثوار يحاربون، الأزلام يتم تقليدهم في أعلى المناصب في الدولة، حرب تشن على ثورة 17 فبراير، شعور لدى الثوار بالخوف على ثورتنا وعلى مكتسباتنا التي اكتسبناها بالدم والتي ناضلنا في سبيلها وفي سبيل رفعة هذا الوطن وفي سبيل أن تكون ليبيا دولة مدنية حرة أبية لا تتلقى أي إملاءات من أحد، سواء من الداخل أو من الخارج، إلا الإرادة الشعبية بعد إرادة الله عز وجل. يعني هذا التجمع أخي الكريم، أطالب من خلال منبركم كل الثوار الشرفاء، كل من لا يزال على العهد، كل من لا يزال متمسك بثورة 17 من فبراير وبمبادئها السامية وبأهدافها النبيلة، أن ينضم إلى هذا التجمع وأن نكون يدا واحدة. الآن وقت وحدة الصف وجمع الكلمة، لا مكان للتشتت ولا للتشرذم، الآن يجب علينا أن نكون صفا واحدا كما أمرنا الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والآن نرى سيد حمد، كل يغني على ليلاه، نرى الأزلام متوحدين. هل سنشاهد بيانات مشابهة في الأيام القادمة؟ هل سنشاهد بيانات مشابهة لهذا البيان في الأيام القادمة؟ نعم أخي الكريم، نحن في بصدد إعداد البيانات من كافة مدن الثورة في ليبيا، خاصة مدن الثورة في المنطقة الغربية. بإذن الله في اليومين القادمين، إن لم يكن الليلة بإذن الله فغدا أو بعد غد، ستصدر بيانات بإذن الله من أكثر من 5 أو 6 مدن من مدن الثورة في ليبيا، وستكون هناك يعني صدى شعبي كبير. نحن نستمد قوتنا بعد الله عز وجل من القاعدة الشعبية العريضة التي يمتلكها أو تمتلكها ثورة 17 من فبراير. نحن ماضون بإذن الله إلى تحقيق
هذه الأهداف النبيلة وإلى يعني التمسك بأهداف ثورة 17 من فبراير وتحقيق يعني العدالة الاجتماعية وكل العيش الكريم للمجتمع الليبي. نعم سيد حمد، دعنا الآن ننتقل إلى المظاهرات في مدينة بنغازي، مظاهرات حدثت في مدينة بنغازي يشوبها الغموض حول محركيها، كيف اطلعت على هذه المظاهرة؟ بخصوص المظاهرات التي حدثت في مدينة بنغازي، أنا مطلع على هذه المظاهرات ويعني مواكب هذه الأحداث، ولدي اتصالات ببعض من ينظمون هذه المظاهرات منذ بدايتها. كانت هذه المظاهرات في بدايتها مظاهرات عفوية كما حدثت عندنا في المنطقة الغربية، مظاهرات عفوية يطالبون بتوفير أدنى الخدمات من الكهرباء والسيولة والماء وغيرها، يعني حتى الانفلات الأمني والتسلط الميليشيات في المنطقة الشرقية ويعني المرتزقة والمصريين والجنجويد وغيرهم، رأيناهم يعني في يتدخلون في شتى مناحي الحياة في المنطقة الشرقية، مما أدى بأهلنا في المنطقة الشرقية إلى الثورة والانتفاض في وجوه هؤلاء الظلمة. لكن للأسف تم تحييد هذه المظاهرة والانحراف بها عن مسارها التي الذي رسمت له، وقام يعني أولاد الأسير المهزوم حفتر بدفع الآلاف بل مئات الآلاف للمتظاهرين. يعني حتى رأينا محمد الجالي المجرم المطلوب للجنايات الدولية الذي يصور ويوثق جرائم محمود الورفلي، رأيناه يلقي أحد البيانات كونه أحد المتظاهرين. يعني انحرفت هذه المظاهرات للأسف عن مسارها، رغم ذلك الشباب لا يزالون مصرين، هناك اعتقالات، هناك عمليات قتل، أكثر من 4 أو 5 أشخاص قتلوا البارح في وقت متأخر من الليل، تم اختطاف شخص ورميه بالرصاص أمام أهله لكنه يعني لازال على قيد الحياة. الاعتقالات على قدم وساق، الناشطين كذلك، الناشط منير زغبية، المحامي علي بن راس علي، هؤلاء مغيبون إلى يومنا هذا، لا يعلم مصيرهم، مصير مجهول. نطالب من خلال منبركم كل الجهات المختصة، نعم، الأمنية إذا كانت هناك جهات أمنية أساسا في المنطقة الشرقية، نعم، أن يخلص هذه دون أي قيود، نعم، أو شروط. نعم هذه المظاهرات سيد حمد حملت شعار إنقاذ ليبيا، وهو يذكرنا بشعار إنقاذ بنغازي، ماذا يعني ذلك برأيك؟ كما قلت لك أخي الكريم، المظاهرات تم تحييدها. الآن رأينا بيان يخرج بمن يسمون أنفسهم بقادة إغراق بنغازي، يعني الآن نغرق بنغازي قبل 4 سنوات، الآن يريدون إغراق ليبيا بكاملها. يعني بنغازي مسدتهمش أنهم يغرقوا بنغازي وبرقة، عامة يريدون إغراق ليبيا كلها في هذا المستنقع وفي هذا الوحل وفي عسكرة الدولة وفي الرجوع إلى حظيرة الطاعة وإلى حظيرة العسكر من جديد. نحن قلناها في 2011 ولا زلنا متمسكين وسنقولها، لن نعود للقيود، هذا عهد قد مضى، لن يرجع حكم العسكر بإذن الله ما دام فينا عرق ينبض، ما دام الثوار مرابطون بسلاحهم وموجودون على الساحة الليبية وعلى الساحة السياسية والعسكرية، لن يعود حكم العسكر. هؤلاء من يقومون على إغراق بنغازي، رأينا حنان المقوب من المنادين بمظاهرة إغراق بنغازي قبل 6 سنوات، للأسف هي يعني منافقة من الدرجة الأولى، تم طردها من قبل ميليشيات حفتر قبل سنوات وهي قررت بذلك على صفحاتها الشخصية، الآن تنادي بحكم العسكر وتنادي بهذه المظاهرات من جديد. نعم شكرا لك يا سيد. الذين نراهم اليوم للأسف هم مسيسون، نعم، مدفوعين إن الأجر مسبقا. نعم نعم وصلت الفكرة سيد حمد العشيبي مدير المكتب السياسي لتجمع الوطني لثوار 17 من فبراير والمتحدث باسم تجمع قادة ثوار ليبيا، أشكرك جزيل الشكر، كنت معي عبر استديوهاتنا في مدينة مصراتة، شكرا جزيلا لك.